نسمي بسم الله ونكمل. وصلنا عند موضوع جديد اسمه الالكتريك فيلد. الالكتريك فيلد مجال كهربائي. كيف؟ احنا الملاحظة اللي عملها كلوب قال كل شحنتين بينهم قوة، صح؟ تنافرية او تجاذبية. هذه ملاحظة وفهمناها، واجا كلوب وحط لنا قانون. قال انا بدي اعرفها بصيغة اخرى، اصلها بتأصيل اخر، بدل ما اقول قوة مش قوة بحيث التأصيل يكون متسق. كلنا بنعرف انه خالق الكون واحد، لازم يكون في تشابه بكل الظواهر، صح ولا لا؟ نيجي كيف يعني نفس الاتساق؟ قال هدي القلم، لو فلته ايش بده يصير فيه؟ اذا وقع. ليش وقع؟ لانه في كلمة مجال جاذبية، صح؟ مجال جاذبية. اذا معناته هو تأثر بالجاذبية الارضية نتيجة وجوده في مجالها. طب هذا القلم لو وديته على المريخ بيضلوا بتأثر في المجال؟ لا. قال لي نفس العملية، هدول القلمي، هذا القلم بدي احطه في القدس. اقول له شعرت بهذا؟ بشعرش. اذا هو بقول هذا بعيد عني. كلمة بعيد عني علميا انا في مش في مجاله، مش في مجاله، هي معناته بعيد عني. اذا معناته هدول صار بينهم قوة، لانه كل واحد واقع في مجال الثاني ولا لا؟ كلمة المجال هذا هو موضوعنا. اذا بيقول لي consider a fixed positive charge Q، هذه شحنة موجبة موجودة طبيعية. now imagine، تخيل انه بدي اجيب شحنة ثانية برضو موجبة وجايبها من عند القدس وجاي، وهي ماشية في الطريق بتمر في بلاد كثيرة. بتعرفوا وين القدس تبعتنا؟ تعرفوا. تمام، ارجع اقول كم كيلو نسيته؟ 80، الحمد لله. تمام، قال لي انا جبناها ماشيه ماشيه، لما قربت صارت تشعر في حد بيطردها ولا لا؟ قوة تنافرية نتيجة قربها من كيو. اذا imagine another positive charge، بدي اسميها كيو نوت، approach the fixed charge. كلمة fixed charge بعدين نحكي عنها. تمام، قال لي when كيو 2، هذه كيو نوت سوري، اقتربت reaches a region، اقتربت من منطقة ما حوالين كيو، it will feel a repulsive force، هتشعر بقوة تنافر. شعرت ها في حد طردها، صحيح؟ تمام، قرب بتبعد، حاول تجبرها بتعود تبعد. اذا في قوة تنافر قطعا، طبعا تنافر عشان التنتين موجبات. تمام، قال لي this region، هجيت بدي اسميها، تو انتوا عطول نطيت وقلتوا كلمة مجال، منطقة يعني مجال، فكلمة منطقة لغويا هو مجال نفس المعنى ولا لا؟ بدل ما يقولوا منطقة قالوا مجال. اذا هذه المنطقة بدي اسميها مجال. كل شحنة لها مجالها، صح؟ كل شحنة لها مجالها الخاص. this region is named as the electric field، اذا هي كمية فيزيائية جديدة اسمها المجال الكهربائي، زي المجال الجاذبية، زي المجال المغناطيسي حناخده لاحقا. تمام؟ طيب، وكل كمية فيزيائية إلها رمز معترف عليه ولا لا؟ الأف رمز إيش؟ قوة. والأم الماس. قال لي طيب والمجال الكهربائي؟ قال لي بدنا ناخذ الإي من كلمة إلكتريك ولا لا؟ من كلمة إلكتريك. سمول إي أخذته الإلكترون، خليها كابيتال إي، فكابيتال إي هو الرمز المعتمد لهذه الكمية الجديدة التي تسمى إلكتريك فيلد. أمين؟ آمين. تمام، of that charge Q IE، هذا يعني كل شحنة إلها مجالها الخاص بها، زي ما الأرض إلها مجال والقمر إله مجال. مين أدقل؟ مين أكبر؟ حلو، عارفين هالقصة. والمريخ له مجال، كل كوكب او كل جسم له مجال. Any charge has its own electric field، لها مجالها الخاص بها. On within a region surrounding it، طبعا مستحيل يكون هذه الشحنة نقول وين مجالها، نقول والله مجالها في نابلس، حواليها، لازم تكون حواليها. تمام، اذا هاي المجال. طيب يا بنات، المجال تبع الجاذبية في حد شافه؟ لا. بنشاف؟ لا. بنشافش.
وهذا المجال الكهربائي بينشفش. لكن اتفق العلماء كيف يمثلوه، بعدين حنحكي بالتفصيل، يمثلوه عشان يعرف يرسموه. لكن هو في الاخر شافوه العلماء، ما حد بيشوفه، مجال، هذه منطقه، هذا مجال، هذا هو حلو. It is clear that E is exclusive for Q، حصري لـ Q. طب Q not؟ قال هذه Q not هيك أنا حطيتها، زي لما أقول هاي القلم، وقع القلم، هقيت حطيت القلم ولا ما حطيتش القلم؟ عند النقطة هذه في جاذبية أرضية ولا لا؟ طب هذه الجاذبية تحت القلم ولا تحت الأرض؟ تحت الأرض، ما لهاش دعوة بالقلم، فهي حصرية للأرض وهذه حصرية لـ Q. المولد للمجال الكهربائي هي هذه، وهذه حطيتها عشان اعمل تيست، عشان بنشفش المجال. كيف بدي اشعر فيه؟ بجيب شحنه بحطها، اتحركت بقول في مجال، ما اتحركتش فيش مجال. بس اذا E is exclusive for Q and doesn't depend on Q not. قال لي طيب هذا كلام اوكي، بدي احوله لمعادلة رياضية، بدي احوله لمعادلة رياضية. هجيت بدي ارجع برضو للقلم، مين يجيب لي قوة الجذب تبعت القلم؟ كتلته ام، قوة الجذب ام جي، بسهولة ام جي. طيب بدي الجاذبية الارضية جي، ايش اسوي في ام جي؟ اقسم على ام، اقسمت على ام راح القلم، هو القلم هو واقف بام، قيم ببطل فيه القلم وببطل متأثرة في القلم، نفس العملية. قال لي جيب لي الفورس، القلم هو كيونوت يا بنات، هذا اللي عملت عليه تيست، جيب لي الفورس عليه بعدين قسم على كيونوت، هاي المجال الكهربائي. تمام؟ إذا المجال الكهربائي بتجيب الفورس على الشغلة اللي بتعمل فيها تيست وبعدين بتقيمها. إذا بدي أجيب، طيب هجيت هاي شحنة كيو واحد، هاي شحنة كيو اثنين، كان قانون كولوم بيقدر يجيب لي الشحنة القوة على كيو 2 ولا لا؟ على كيو نوت اللي هي كيو 2، بقول له هذا هي اف بتساوي كي، كيو 1 كيو 2 على مربع المسافة اللي بينهم، وهذه ار يونت فيكتور، صح ولا لا؟ هذا بعرفه انا من المحاضرة الماضية. بدي اعرف الان اي، قال لي قسم على كيو نوت بتطلع اي، قسم على كيو نوت بتطلع اي. R هي unit vector directed away from Q. بقول لي هجيت بدي أعرف، أخذت المجال الكهربائي في المدرسة؟ طيب نذكر بعض باللي كنا بصمينه، ما هو تعريف المجال الكهربائي عند نقطة؟ هي القوة الكهربائية التي تؤثر على شحنة مقدارها واحد كولوم، محطوطة عند النقطة واحد كولوم عشان كيو نوت ما تأثرش واحد، صح؟ انا بديش اقول واحد، بدي اقسم عليها، ان شاء الله تكون ايش ما تكون، بدي اقسم عليها. اذا defining، عرف the electric field at a point at the electric force، وهي بتساوي القوة الكهربية acting on a tested charge Q not placed at that point، حط عند النقطة بعدين divided by the magnitude of the tested charge، بعدين قسم على Q not. يعني هاي التعريف، E بتساوي F على Q. طيب هذا تعريف، من هذا التعريف بدي أبني على شغلتين. احنا قاعدين بنعرف، يعني بنخزن معلومات جوا، بدناش نحفظ. من التعريف هذا E لجديدة، فيكتور ولا سكيلر؟ فيكتور. 9 و 11 20 E فيكتور، لما نجمع بنجمع زي جمع الروضة، صحيح ولا لا؟ حلو، هاي أول معلومة. المعلومة الثانية الوحدة، نيوتن على كولوم، ملهاش وحدة خاصة بيها، واحنا متفقين في كتير كميات فيزيائية عشانها ظلت محصورة بين اهل العلم، ما اهتموش يدوها وحدة خاصة بيها، لكن لما تصير هامة عموم الناس بسهلوا عليهم، لانه مش كلهم بتاعون فيزياء ولا بتاعون هندسات، وبالتالي بدوهم زي القدرة، قالوا وات، قالوا الجهد، قالوا كتير الناس بدهم اياها، قالوا فولت. لكن هذا المجال بس اهل العلم اللي بيهتموا فيه، خليها نيوتن على كولوم، نيوتن على كولوم، احنا وتعاون العلم بنختلص، اما جمهور الناس لا. فهيك عاده الكميات مرات بتكون الكميات كتير مهمه يا بنات علميا، بالرغم من ذلك بدهاش وحده خاصه بها.
عشانها ظلت محصورة بين أهل العلم، ما كانتش منتشرة بين عامة الناس. تمام. From this definition we find that the electric field for a pointed charge Q، طبعا بدي أعرف هجيت أف بعرفها ولا بعرفهاش، وكيو نوت قسم قال لي هذا هي أف هي وهي كيو نوت، كيو نوت مع كيو نوت بينت كيو نوت هنا هي اي، هي اي كيو نوت بعد كده بديش اياها ولا هستخدمها بالمره في الحل، هذه بس عشان اعرف. فصار عندي القانون بيقول اي وهو شده المجال الكهربائي بتساوي كي كيو على ار تربيع ار يونت فيكتور. هذا اي تبع مين؟ تبع كيو، تبع كيو. كيو نوت لها دعوه؟ ملهاش. طب هذه ايه؟ قال لي هذه ايه عند نقطة ما. طب وش هي هذه ار؟ قال لي البعد بين النقطة والشحنة كيو، بين النقطة والشحنة كيو. تمام. هي ايه؟ شغلة تانية قال لي طب هذه القانون فيكتور ويونت فيكتور وين بتول راحت؟ بنفع الغي هذه مع هذه؟ هذه دير بالكم هذه مقدار ومقدار، هذه مقدار واحد بس هذا اتجاه. تمام. بدي الماجنيتيود، هي بتخربط هذه المعادله بديش استخدمها كثير. قال لي بدي الماجنيتيود، بقول له بدك تعمل هيك اعمل هيك. مين يقول لي قديش هذه؟ واحد. في هذه الحاله بدك تعمل لي هيك، ما زال جبت ماجنيتيود بديش الكيو تكون سالبه، بدها تكون دائما ابسوليت فاليو، لانه السالب بيعكس دايركشن وانت بتكس دايركشن، صح؟ بدك الماجنيتيود. فهي قانون الماجنيتيود تبع اي. كمان مره تخجلوش من التصوير، اسالوا تتربطوش. دكتور كمان مره الار، الار يونت فيكتور؟ لا الار البعد بين مين ومين. اه حلو. هلقيت هاي كيو شايفاها؟ حواليها مجال؟ حواليها مجال. طيب يا ترى المجال هان زي هان؟ لا بدي هان. هذه نقطة مش شحنة، نقطة، نقطة في المجال، نقطة. اه نقطة في حواليها. ايش هي ار؟ بقول له بعد النقطة عن الشحنة. تمام. حلو. اعيد الار مش هينا كانت في ار يونت فيكتور وبدي اجيب الماجنيتيود، جبت الماجنيتيود هذه بما انها يونت فيكتور قديش ماجنيتيودها؟ واحد. قال لي طيب بس انت ضيعت لي الدايركشن، وهذه لو كانت سالبة بتعكس دايركشن، اذا بتكشف هي السالب، فبحط ابسوليوت فاليو. تمام. بقول لي the tested charge should be small enough to ensure that its presence doesn't affect the charge distribution that produces E. ايش معنى هذه الجملة؟ قال لي انت لو بتجيب القلم وتعمل لي تيست على الارض بينفع تجيب لي المريخ وتعمل تيست؟ اذا جبت المريخ صارت مشكله، هو المجال اللي تجيبه مجال المريخ ولا مجال الارض؟ لانه مجال الارض والمريخ ما الثاني له مجال، لكن جيب قلم. طب هو القلم ملوش مجال؟ له بس صغير. وهنا نفس العمليه، قال لي لما تجيب حاجتك تعمل تيست ما تكونش هذه 10 كلهم وتجيب لي هذه 20 كلهم، جيبها صغيره بس. هذه هيك الجمله، هاي مفهومها يعني. حكيت هذه الجملة أنا. It is clear that E is a vector quantity. متفقنا عليها؟ تمام. With the SI unit of Newton per coulomb. تمام. بيقول لي هذه كيو نوت، قالوا العلماء بدنا نتفق تكون دائما موجبة. هيك هي اتفاق، وبرضو احنا مش هتأثر علينا. Since كيو نوت is assumed to be always positive, the direction of E is the direction of F. قال لي انت لما جبت لي الماجنتيود ضل علي فكرة ان كيف اجيب الدايركشن. قال لي الدايركشن ما هو نفس القوة، على اساس انه كيو نوت عبارة عن بوزيتيف، وبالتالي كيف بدي اتعلم اجيب اتجاه E يا بنات؟ على الرسمة، على الرسمة. ذكرين لما جبت القوة كيف على الرسمة؟ وهذه نفس العملية. طب ايش بدي استعين؟ ملاحظتين. الملاحظتين هذا هما. قال لي should be noted that if the charge، ها الشو المجال مش مجال كيو، اذا هي حصري لكيو. طب هذه كيو
لازم تكون موجبة؟ لا ممكن تكون سالبة. قال لي هني قلبتها سالبة. ايش بتصير في كينوت؟ بتنجذب، معناته المجال حينعكس. طيب بدي الاحظ هذه حمراء، بتقدروا تقولوا لي خطوط المجال خارجة من كيو؟ قطعا خارجة، لانه مهام كيف اتجاهها؟ هيك، براو. طب هان صح؟ طيب قلبناها زرقاء، كله صار إذن بدي أحدد اتجاه المجال بناء على هاتين الملاحظتين. If Q is positive, the direction of E is outward from that charge، طالع من الشحنة. If Q is negative, the direction of E is inward toward that charge. هلقيت احنا اتفقنا كيف بدنا نطبقها. بدي شدة المجال عند نقطة ما ولا لا؟ بحط قلمي عند النقطة، بحط القلم عند النقطة، بقول انت بدك مجال ايش؟ بقول له بدي مجال الشحنة هديك، بطلع عليها موجبة ولا سالبة. اذا موجبة وانا قلمي هنا بدي ابعد على نفس الخط، ببعد بطلع عليها سالبة وقلمي هنا بقرب. بس صعبة؟ ماليش دعوة في كيونوت، بديش اجملتها كيونوت. خلاص هدول الملاحظتين بسدوا محل وجود كيونوت. طيب احكي. كيونوت؟ كيونوت انسيها. ما هو اتفق العلماء تكون موجبة، بس بدي تطيريها من مخك. مش موجودة. مش موجودة، خلاص طيروها. تمام. هلقيت؟ قال لي حلو. لا شحنة وبنخلص معاها. طب لو عندي ثلاث شحنات وبدي هاي ثلاث شحنات كيو واحد كيو اثنين كيو ثلاثة، هقيت كل واحدة إلها مجال صح؟ بدي المجال هنا. طب هذه النقطة عليها كم مجال فيها؟ ثلاثة. طيب طلعت تسعة واحد عشر وخمسة، 25؟ لا، بدي أجمع جميع اتجاهي. بقول لي ذا إلكتريك فيلد at a point، عند نقطة ما، due to a group of pointed charges، عندك مجموعة شحنات، إن شاء الله مليون، تمام، is the vector sum، ها، vector sum، عكس ال vector sum، sum الروضة، طبع الروضة، 2 و 3 5، تمام، ال vector sum ببطل 2 و 3 5، ها، عارفين الخيارات تبعتنا، of the electric fields at that point، due to each charge individually، يعني بجيب كل شحنة على حدة، تمام، يعني إذا في عندي N من اللي تشارجز بصير E1 زائد E2 زائد E3 زائد E4، وقبل ما أجمع بكتبهم كفيكتورز، بدهم تحليل بحللهم، تمام. والماجنيتود تعرفنا عليها، تمام. واضح من هذا القانون انه لو هذه 10 كولوم الها مجال، طب لو كانت 30 كولوم نفس المجال ولا بزيد؟ بزيد. طيب هذه الها مجال، اكون قريب عليها ولا بعيد؟ مين اقوى؟ قريب. اذا بتناسب عكسيا مع مربع المسافه وطرديا معك، وهذه شغله بديهيه، هذه شغله بديهيه. طيب هلقيت هنا في مجال ولا لا؟ كل جسم في مجال الارض بتاثر بقوه ولا لا؟ بتساوي ام في جي. حلو. في مجال كهربائي في الغرفه، صدقوا نفترض يعني في مجال كهربائي، حطيت قلم مشحون، ايش تتوقع يكون عليه؟ قوه كهربيه. قوه كهربيه. طب كيف اجيبه؟ قال لي اضرب الشحنه زي ما ضربت ام في جي، اضرب الشحنه في المجال الكهربائي بتطلع عندك القوه، تمام. اذا بيقول لي اف اني تشارج كيو شرطه، كيو شرطه هي شحنه، اي شحنه، از بليست، محطوطه ات ا بوينت ان ان الكتريك فيلد، في مجال، مجالها مش مجالها، دير بالكم هذا مش مجال كيو شرطه، مجال خارجي. ذس تشارج اكسبيرينسز، بتشعر بقوه تبعا للقانون، اف بتساوي كيو شرطه في اي، كيو شرطه في اي. طبعا ناخده هيك على السريع، هاي كيو وهاي كيو شرطة،
وهذه المسافة بتعتبرها R. منيح يا بنات؟ تمام. فتكم من محاضرة اليوم، محاضرة يوم السبت، بدي القوة اللي على كيو شرطة من قانون كولوم. F اللي على كيو شرطة تساوي كي كيو واحد في كيو اثنين على R تربيع، صح؟ في خلاف عليها؟ حلو. محاضرة اليوم بقول لي F كيو شرطة تساوي كيو شرطة في E. إيه تبعت مين؟ تبعت كيو، صح؟ طيب هاجيت بدي إيه تبعت كيو عند النقطة هذه، هذه نقطة بي، بعدين بحط عليها كيو شرطة، بدي إيه بقول له بتساوي كي كيو على R تربيع، صح؟ في خلاف؟ إذا F على كيو شرطة بتساوي هيها كيو شرطة في اي كيو، هيها صارت كي كيو كيو شرطة، بفرق هذا عن هذا؟ نفس القانون. اذا بدل ما تجيب اف من قانون كولوم الاول جيب اي بعدين اضرب في كيو شرطة، تمام؟ وكأنه انت قاعد بيجيب لي طريقة جديدة وحتتعمم وتصير احلى من الطريقة الاولى، تمام؟ شوف هذا كويز هيك على السريع، مش انا دائما بقول لكم نحكي عربي ولا صيني وبتقولوا اه عربي، نشوف عربي ولا صيني، تمام؟ بيقول لي a tested charge Q not is located at point P، محطوط عند نقطه، in an external electric field، مجالها هذا؟ لا مش مجالها. اي if the tested charge is replaced by another tested charge، غيرت نوعها وضعفت كميتها، اتفقنا؟ زي ما تو سألتي، حلو. The external electric field ايش بده يصير فيه؟ وين محايتي؟ هاي قلم وهي محاية، حطيته هنا بزقط؟ مش بزقط؟ حطيت المحاية وفلتها بتزقط؟ التنين دلوا على انه في جاذبية، طب حلو، هذه الجاذبية حطيت قلم ولا محاية بتتأثر؟ لا بتتغير؟ هاي السؤال. التست شارج انا ليش حطيتها؟ عشان افحص انه في مجال ولا في شيء، صح؟ طب المجال بده يتأثر؟ لا. ايش الخيار؟ نوت تشينج. واحنا حكينا تو التست شارج بدي انساها ولا لا؟ بدي انساها، تمام؟ اذا نوت تشينج. في اي سؤال؟ طبعا بدي اضلنا اصدق، انا والله مضطر اني اضلنا اصدق. ها هنشوف هالسؤال. بقول لي في يوم عاصف قعدنا في الدار احنا، كانت تشتي الدنيا، صح ولا لا؟ تشتي. سمعنا في ظاهرة التأين. ايش يعني تأين يا بنات؟ احكي يا سامي. تأين ايش يعني؟ عيونات يعني احكي كلمة بس. عيونات ايش يعني؟ انشحنت. هل بدي اياه بالكهرباء انا؟ مش عيونات موجبة وعيونات سالبة؟ اتأينت يعني انشحنت، صح؟ قال لي المية بتتأين؟ اه احسن انواع المواد اللي بتأين المية، عشان كده احنا المية بنعتبرها مادة عازلة، لكن امسك المية روح على الكهرباء تتكهربي، لأن المية العازلة مش هذه المية اللي موجودة عندك، المية المقطرة من اللي تتأينش، لكن لما تتأين بتصير مشحونة بتتكهرب، تمام؟ قال لي في يوم عاصف اطلعت على هالمية وركزت عيني على نقطة من نقاط المية، طلعت عليها معلقة، لا هي راضية تنزل ولا هي راضية تطلع، وهذه المية نقطة كتلة، الأصل ضلها نازلة ولا لا؟ وإيش اللي معلقها هذه؟ إذا قطعا في قوة إلى أعلى، لأنه أمجيلة وين اتجاهها؟ في خلاف على إنه أمجيلة أسفل؟ لا. إذا معناته أكيد في قوة لأعلى. نشوف من وين إجت القوة؟ من طبيعة السؤال. بقول لي
A water droplet. Droplet يعني نقطة. Of mass عبارة عن 3×10^12 كيلوغرام. بهمش. Is located in the air. محطوطة في الهواء. Near the ground. حول الأرض. تمام. During a stormy day. يوم عاصف. تمام. بقول في اليوم العاصف هذا نتيجة هالعواصف والشغلات تكون عندي مجال كهربائي في الجو. مجال كهربائي في الجو. من وين إجا مركز دعوة؟ إجا من عوامل كثيرة. لكن في مجال كهربائي. أن أتموسفيريك إلكتريك فيلد. أتموسفيريك جوي. إلكتريك فيلد مقداره 6×10^3 نيوتن على كولوم. And points vertically downward. كيف اتجاهه؟ لأسفل. المجال اللي أسفل ها. المجال اللي أسفل. هذا معطيات السؤال. يعني قال لي ها. هذه المنطقة فيها مجال كهربائي هيو. هاي ايه بتساوي قديش قال لي 6×10^3 نيوتن على كولوم. تمام. وهي نقطة المية المغلبانة معلقة هذه. تمام. معلقة واحدة واحدة. قلت اول نبدأ فيزياء الف في ام جي ولا فيش. كيف اتجاهها؟ اذا في عندي انا ام جي صحيح ولا لا؟ تمام. قال لي مازالها معلقة. اهتزام. ولازم السين يساوي الصادي. الصادي مجموع يساوي صفر. والسيني مجموع صفر. فيش سيني. اذا لازم يكون عشان تتساوى القوى الصادية لازم يكون في عندك قوة لأعلى. طب هذه من وين جات؟ قال لي والله فيش غير قوة كهربية. هذه. طب ايش عرفك؟ انت بتقول لي مجال كهربائي. وبتقول لي هذه مية وتعينات. انسيها هذه قلنا كيونوت. عادي اديك استني شوية منيح واحدة واحدة. اف بتساوي كيو شرطة في اي تو كتبت صح؟ مظبوط؟ حلو. هذا فيكتور هذا فيكتور. هذه كيو شرطة مش كيونوت. كيو شرطة اي شحنة يعني. تمام ها؟ انا عشان بس قلت كيو. سؤالي لكم. هذه ايست. هذه نيجاتيف. هذه كيف؟ ويست. ما في زي الف. زي الف. هذه ايست. هذه بوزيتيف. هذه ايست. ارجع. هذه نورث. هذه نيجاتيف. هذه ساوث. اذا اف تعتمد على كيو اللي بدك يجيب القوه عليها. بتكون مع اي اف بتكون مع اي اذا كانت الشحنه موجبه. تمام. هناك اعتبرنا دائما انها كانت موجبه بس هنا بدنا نغير. حلو. هلقيت هادي لازم تكون لاعلى. عرفنا ليش؟ ماشي. طيب هلقيت هادي والخضرة هدول المجاله مع بعض والعكس بعض. طب هادي موجبه ولا سالبه؟ اذا لازم الميه تاينت بشحنات سالبه. اذا هذه قطعا بدي ارسمها صح لازم تكون سالبه. طب شو بتسوي لما عملنا المجال عند السالبه؟ كان المجال داخل. هذا مجال مين؟ هذا مجالها؟ لا. وهذا مجال بينفع غيره؟ ما هذا هو طنيه. هو اصلا مش انت قلت لكم مالكوش دعوه من وين جاء؟ مالكوش دعوه من وين جاء؟ تغلبوش حالكم. هذا معطى. تمام. واحد يقول لي طب ليش بدنا اياها 6 ما ادنيش اياها 8 نقعد نتقاتل احنا وياه؟ خلاص قال لك 6 حطه. نرجع نربط الحصان زي ما بده صاحبه. الحمار ولا الحصان. احنا نربط الحمار زي ما بده صاحبه. خلاص قال لك 6 6 قال لك تحت تحت. مظبوط ولا لا؟ تمام. خلص السؤال. هلقيت عشان يصير في اتزان التنتين عكس بعض هي اول شرط. ايش الشرط الثاني؟ يتساوي. خلص بقول له اف اي بتساوي ام جي كماجنيتيودز. طب اف اي مش بتساوي كيو في الاي بتساوي ام جي. ايش بدك؟ قال لي بدي كيو. صعب. كيو طبعا كماجنيتيود برضه بتساوي ام جي. عوض. اما
بتساوي 3 في 10 سالب 12، جي بتساوي 9.8، اي بتساوي 6 في 10 اس 13 3. بنعوض وبنجيب النتيجة، طلعت 4.9. طبعا طلعتها بالسالب انا، وهنا انا حكيها من السالب انه لازم تكون سالبة. 4.9 في 10 اس سالب 13 كولوم، هذه برضو من الاسئلة السهلة. تمام، لسه بنقول بسم الله. حلو، شحنتي واحدة موجبة والتانية سالبة، امين. قال لي يا ترى عند النقطة بي قولك في مجال كهربائي، شوفوها عند النقطة بي في، من وين جاي؟ من التنتين. بدي اياهم، بدي شدة المجال الكلي عند النقطة بي. طبعا عشان يغششني وما يخلينيش اقول 9 زائد 11 بتساوي 20، بيقول لي find the components of the electric field at point B. قال لي دير بالك ايه لها مركبة سينية ومركبة صدية، جيب لي اياه بس عشان يذكرني لما اقول 9 زائد 11 ودور على الكومبوننتس اعرف حالي غلطان. مزبوط؟ تمام. بعدين هذه بعدين نحكي عنهم حالات خاصة. اطلعوا يا بنات، ارسموا ايه على الرسمة، خذوا 4 من 10 بس رسم وخلوا الباقي فاضي، خذوا 4 من 10. واحنا حكينا في المحاضرة الاولى قلنا ادنى مستوى المهارات اللي بتمليكها الانسان الحفظ، صح ولا لا؟ الحفظ مفروض انه احنا ما ندققش عليه كتير، لانه زي ما بيقولوا الشاطر ومش شاطر بيحفظ، اما اللي شاطر والقاشش ما شاء الله عليه علمي وهندسة لا بنحاسبه على شغلات اكبر من انه يحفظ. الرسم مش حفظ، عشان كده بندي علامات. كيف بدي اعمل؟ قلنا كم مجال فيه؟ مجالين، اي واحد من كيو واحد واي اثنين من كيو اثنين. انتبهوا لي، انا وين بدي اياه؟ عند اي نقطة؟ حطوا القلم عند النقطة بي هيك بالهواء، حطيتوا قلمكم خيلتوه، هاي قلمي. بدي اي واحد عايز اطلعه، موجبة ولا سالبة؟ اطلع ولا اقرب؟ على نفس الخضر بالكم. صعبة اعمل هيك واخد علامتين؟ هي اول علامتين. تمام، برجع قلمي عند النقطة، هاي قلمي. بدي اثنين عايش اطلع، اكيد اثنين موجبة ولا سالبة؟ اقرب عليها. مين خجلانة وتسأل؟ في حد مش فاهم كيف نجيب؟ احكي. المجال مش راضي يدخل. شو المش راضي يدخل منك؟ هل قلت كيو هذه الحمراء إلها مجال خاص بها ولا لا؟ إلها مجال. هل قلت توا تعرفنا إنه إي بتساوي كي كيو على أر تربيع، صح ولا لا؟ هذه بنحط هنا واحد واحد. فلتكي من هذا المقدار، هذا حفظ. بدي اتجاهه. اتعلمت ان اتجاه المجال له احتمالين، لا بيكون طالع من الشحنة لا بيكون داخل من الشحنة. اذا كان موجب طالع من الشحنة، اذا الشحنة موجبة طالع من الشحنة، واذا الشحنة سالبة خلاص. كيف بدي اعرف اطبق الان؟ قلت هاي عند النقطة هذه في مجال اي واحد، اي واحد ناتج من كيو واحد، كيو واحد موجبة ولا سالبة؟ ابعد عنها، طالع منها، هذه رايح عليها بس. بس غيرها. الخطوة التالية، جيب لي الماجنيتيودز، جيب الماجنيتيودز. يلا يا بنات، كماجنيتيود اول واحدة واحدة بقول له اي واحد كماجنيتيود. مين احسن قلمي ولا قلمهم؟ بتساوي كي كيو واحد كابسولوت فاليو على ار واحد تربيع ولا لا؟ ماجنيتيود بجيب لسه. تمام، كيو واحد ما هي موجبة مش مشكلة، الابسولوت فاليو ما بتفرقش كثير. ار واحد تربيع، طب يلا مين اللي قالت فيثاغورس؟ تنقلني احكي. هي هيها ار واحد، علي صوتك. ايه تربيع زائد واي تربيع، وهو تربيع الجذر ايش بصير فيه؟ بروح. اذا ضاع عليكي، اذا ايه تربيع زائد واي، ممتاز.
صح ولا لا؟ هذا كماجنتيود. شوفوا يا بنات، بدي أجيب الماجنتيود وخليك كفيكتور، بدي أكتبه دالة الاي والجي. انتوا شايفين شكله على الرسمة ولا لا؟ ايش اسوي؟ اه برافو عليكم. بدو ايش؟ تحليل. عشان احلل هذا بدي زاوية، هذه الزاوية خلينا نسميها فاي، صح؟ مازال في فاي، معناته هذه عبارة عن اي واحد كوساين الفاي اي زائد اي واحد ساين الفاي جي. لما يشرد منكم رجعوني. واضحة الامور؟ حلو. احكي اعيدها. تفاها اي هيها، اكتبي لي اياها بداله الاي والجي. بينفع؟ ايه بدك تحللي؟ طب مش بدك زاويه عشان تحللي الزاويه هذه اللي انا اعتبرتها هان، مش اللي جنبها تاخذ كوساين وهذه بتاخذ ساين. طيب بدي ارجع عليك لسه، عشان شويه ما خلصتك منك. بدي كوساين الفاي وساين الفاي من الرسمه. هو ايش بيساوي كوساين الفاي؟ واحده واحده اساعدك. ايش على ايش؟ فتك من هناك، ايش على ايش هو؟ مجاور على وطأ. طبعا الفاي هيك شارده، ما لهاش مجاور وما لهاش وطأ. بدي اربطها بزاويه في المثلث. مع ايش؟ بدي اغششك. بايش؟ بالتناظر. صح؟ ارجع لك استنى تشرديش. صح ولا مش شلت فيا؟ ما اقول له موجود. صح هذه فاي نفسها ولا لا؟ بالتناظر. هذه كوساين الفاي بتساوي مجاور، مجاور على وتر. اذا كوساين الفاي بتساوي مجاور على هذه، زي ما حكينا انه هذه واي تربيع زائد اي تربيع. هاي الجزء حطيته لانه هذيك ما فيش تربيع، تمام؟ طيب وساين الفاي الجذر هذا بينفع اكتبه هيك؟ طيب الحمد لله، تمام. بتساوي عشان بدي اعوض هالجيت بدل اي واحد بدي اشحت هذا، بتساوي كي كيو واحد اي تربيع زائد واي تربيع بدل كوساين نقلوني اي على واي تربيع نص نص، وهنا في واحد عاد واحد يقول لي من وين جبت 3 على 2؟ اي زائد كي كيو واحد على اي تربيع زائد واي تربيع واي على 3 على 2 جي. هاي اي واحد كفيكتور تكتبوش، والله كله مكتوب عندكم، بس داكم بحلقين مكتوب عندكم ولا شيء بكتب جديد، بس بطريقة تانية زي 2 في 3 6 و 3 في 2 برضو 6. هاي بصير بس هاي بغيره، وما ظلنيش واحد حافظ حطيت 2 زائد 3 ولا 3 زائد 2 بخربط مرات معاكم. تمام بدي 2، بقول له 2 اول كماجنتيود بتساوي كي كيو 2 على ار 2 تربيع، صح؟ حلو. يلا كي سالب كيو 2. لا ايوة مش واحد يسمع السالب وما يسمعش ايوة قدرها ملزقة في مجحان وهديك بحط سالب؟ لا. اذا كيو 2 على فيثاغورس حبيبنا اللي هي بي تربيع زائد واي تربيع، مفيش تحت الجزم، هي مربعة مربعة، تمام. بدي الان هذا ماجنتيود، صح؟ بدي اجيب الماجنتيود، بدي احلل. انتبهي لي، هي اثنين بدي زاوية هذه حلليها هيك اثنين كوساين الثيتا وهيك اثنين ساين الثيتا. في خلاف على انه الصدية سالبة، شايفينها لاسفل، اذا الصدية سالبة. طيب ثيتا هي هذه بالتبادل. الان بالتبادل وما زال بالتبادل، بعرف هذه بكوساينها وساينها. كوساين الثيتا بتساوي بي على هذه، وساينها بتساوي واي على هذه. اذا قيمه هذه قلت
كوساين الثيتا اي زائد كي كيو 2 على بي تربيع زائد واي تربيع ساين الثيتا جي. صح؟ ايوه هذه الناقص انا. ايوه برافو، منيح اللي غلطت عشان اشوفكم صحصحين ولا لا. منيح اللي غلطت، تمام مصحصحين. بحلقوا لي عشان بديش اكتب سطر جديد، بدي اقيم هذه احط محلها بي واحط هنا 3 على 2 نفس الشيء، تمام. وهذه بدي اقيمها واحط واي واحط 3 على 2 بدي ايه كلية السين مع السين مضاف والصاد مع الصادي. خلص هو قال لي المركبات، بقول له المركبة السينية هذه زائد هذه والمركبة الصادية هذه ناقص هذه، صحيح ولا لا؟ في خلاف؟ سهل سهل، هذا من مستوى الأسئلة بتيجي سهلة. وهنا قلت لكم ارسموا خذوا 4 درجات والعشرة شبه مضمونة، صح ولا لا؟ إذا صح صحنا وعرفنا كيف نحلل، بضلش إلى التحليل، والتحليل عملية سهلة. أعيد بسرعة عشان نشوف إيش المطالب الثانية اللي بده إياها، لأنه هذا هذا وهذا بناء على اللي صار. على طول أول حاجة إيش قال لي؟ قال لي حدد لي الاتجاهات عشان تأخذ 4 من 10. وعرفنا كيف نحدد؟ خلصنا؟ تمام. طبعا كيف بدي أتدرب يا بنات أضل الاتجاهات؟ في أسئلة في الكتاب، بدنا نضلنا نحل. يوم السبت إجازة بتعرفوا؟ إن شاء الله تجوني يوم الاثنين وحلين كل الأسئلة كلها، الأسئلة الركومندد. إجازة طويلة صبتنا مصيبة، 4 راحت وهي السبت بده يروح، وبالتالي الخميس هذا مش حيكون في كمان كويز. خذوا راحتكم عشان كده كله حل يا روان، حل الأسئلة. معناته لازم تجوني يوم الأحد ماكسيمم، إذا في منكم سؤال تجوني وتسألوني عليهم. نخش على شابتر 2 ولا سؤال ريكومندد ضع منا ان شاء الله. تمام، طلع لي اياها. اول جاب الماجنيتيودز بعدين حلل، وتو حللنا وطلعنا النتيجه. قال لي الان جمع السيني مع السيني وجمع الصادي مع الصادي. تمام، انا طبعا عوضت عن الكوسين والساين، صح ولا لا؟ قال لي نشوف المطلوب الثاني. قال لي يا ترى لو كيو 1 سوت كيو 2 ولو اي بتساوي بي، اولا لو اي سوت بي صار مثلث متساوي الساقين ولا لا؟ لانه المنصف بيقسم نصين، صار مثلث متساوي الساقين، واذا متساوي الساقين معناته هذا بتساوي هذا، صحيح؟ قال لي لو كانت هذه بتساوي هذه والاي هي نفسها البي، هذا بضيع هذا، لانه بصير ساين الفاي وساين الثيتا زي بعض. اذا قديش المركبه الصاديه بتصير؟ صفر. والمركبة السينية بتضرب واحدة منهم في 2 وخلصنا، صحيح ولا لا؟ اذا بقول لي اف كيو 1 بتساوي كيو 2 اند اي بتساوي بي، قال بتكون عندك حاجة متعارف عليها بسموها الدايبول. داي سمعتوا فيه ثنائي، بول قطبي، ثنائي قطبي. طبعا ايش هو الدايبول؟ قال لي اي شحنتين عكس بعض ومتساويين في المقدار بسموهم الدايبول. احنا بدناش ننسبها، لا بدي اسمها ولا حاجة، بس انا شغلة مكتوبة بنحكيها. تمام، we have what is called the electric dipole، هي يعني دايبول. تمام، in such a case the y components cancel. مش راحوا ال y components وايش ضل عندك؟ قال لي بيصال عندي بس السيني. طبعا هنا عوض عن الكوساين وطلع ايه. قال لي ايش اخر حاجة؟ قال لي لو كانت واي اكبر كتير من اي، هذه كررتها عدة مرات، لو واحد معاه 10 مليار دولار واجا واحد بعد ما عد 10 مليار قال له نسيت لك دولار، ايش بقول له؟ بقتله، بقول له انا بدي ادور على الدولار، خده. مزبوط ولا لا؟ هاي مليار وهي دولار، بدي اضيع هذه، مش حتفرق كتير. طب هذه بتصير واي تكعيب ولا مش واي تكعيب؟ خلص السؤال، هذه هي، هذه 3 على 2 بس خطأ مطبعي. تمام آخر حاجة بهالكويز تحملوني. حلو، تمام. شوف هالسؤال يا بنات،
ركزوا لي عليه لانه برضه بيجي كتير منه كويزات وحكيت عنه في المحاضره الماضيه. كم شحنه هدول؟ زي بعض ولا عكس بعض؟ قد بعض؟ حلو. قال لي في اي نقطه بتاخدها كم مجال حيكون عندك؟ اثنين. قال لي بدي اياهم يكونوا صفر. وين؟ صفر ايش الشرطين؟ اقرب للاصغر ولازم يكونوا عكس بعض صح؟ طيب يلا نجرب. احد الاحتمالات يكون اقرب لهنا مزبوط؟ بدي ارجع لك ايش اسمك انت؟ ضحى. ضحى طلع عليه بدي المجالين. بدي المجال الاحمر والمجال الازرق. الاحمر لجهه اليمين براو عليكي والازرق لليسار. صح صحيح. مفطره ولا مش مفطره؟ حطي قلمك. ايش انت الثانية؟ هذه قال الضحى اطلع عشان تبعد من الحمراء. رجعت لقلمي بدي الزرقاء ابعد عن الزرقاء ولا عليها؟ بنفع شرط المعاكسة موجود؟ لا. قال لي طيب هنا بنفع لانه بتكون مش قريبة للصغيرة. طب نجي هنا نرجع يا ضحى الحمراء بالنسبة للحمراء خارجة. يلا يا روان دي الزرقاء عكسها تحققت عكس بعض واقرب للصغيرة. اذا بقول لي يا ترى 2 voltage charges 2 Q سالب Q are located as shown. The electric field will be zero عند اي نقطة between the two charges only. بنفع؟ وعملنا تيست ولقيتهم في نفس الاتجاه بنفعش. صح صحيحين اخر المحاضرة تحملوني دلتكم صح صحيحين شوية عدكم ناموا تمام. لفتوا 2 كيو اونلي يعني هنا بعينهم عكس بعض لو جربتوا لكن بتسووش لانه عشان يتساوي لازم تكون قريبة للصغيرة تمام. رايت تو مانس كيو هنا وهنا لا. طب سؤالي لكم هذه صارت هيك ولا عند نقطة براو ولا عند نقطة لأنه أنا بدي إياها قريبة للصغيرة في صغيرة بتصير فيش مجال يتساووا حتى لو يتعاكسوا فيش مجال يتساووا لأن الشحنتين متساويات والنقاط هنا وهنا الأبعاد مش متساويات وبالتالي مش ممكن. طيب لو هذه بقدرة قادر صارت حمراء براو علينا اسمها نقطة تعادل. مو تعادل يعني زيرو هي نقطة التعادل. حتلاقوا أسئلة كثيرة على الموديل زيها كويزات زي هيك. يعطيكم العافية.